أخي الحلمة متاع المتباري الجاي شنية الحلمة متاعه؟ حتى هو ما يعرفش. مش صحيح. باش تفهموا محمد صادق لازم تعرفوا حبه الكبير للكومبينج والشيشة والبلوت. شنو متناقضين؟ شنية المشكلة؟ تيلاكس محمد صادق تعلم برشا من الكارتة وعمل منها سلاحه. يعرف مثلا اللي حتى كان يتيح برشا مرات ويحاول ويفشل عمره لا يأيس ومصيرها تزهر له ويشكب على القدر. تعلم اللي المشاريع الكبيرة تتطلب وقت وتخطيط، واللي حتى كانت نجم تزهر ساعات أما الأساس الواحد يخمم على دوام ويكون صبور حتى كان البيعة طلعت قرعة ولا أرض بور. تعلمت عمري ما نفرش كوارتي الكل فرد وقت. تك تك يا محمد صادق. وهوكا كان مشيت معاه ولا يطرطق في الفلوس يمين ويسار، تعرفوا توا كيف تحطوا الزهر في صفكم. عسلامة مدام شيماء، انا محمد سفراو، عميل تالي عملت ريجيم وطيحت 20 كيلو مي مالوروزمون رجعتهم بعد عام. هذاك علاش عملت مع ليكيب نتاعي برودوي سميناه شدايت، اللي هو يعيش معك في جيبك، يذكرك كل يوم شنو لازمك تعمل، شنو لازمك تاكل، كيفاش لازمك تتصرف، وساعات حتى يعطيك لوبورتونيتي باش تمشي تاكل مع اصحابك حاجه مره في الفيلم. وديجا انا توا ترى معك في الاسانسور بسرق عليه الحقيقه. سي جونتي. دونك فوالا، ان شاء الله نجمو نحكوا مره اخرى على البرودوي. ميرسي، انشانتي. يعطيك الصحه يا محمد صادق، هكا نكونوا كملنا مرحله الانيفيتور بيتش.